انا اكتر حاجه بحبها اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم امنين، بس سيبيهم ياكلوا بعض. سبت السؤال ده عندي على الفيس ساعه بالظبط ولقيت الرد الحلو ده. بص يا روبا، انا مش ملاك بجناحات عشان اسيب حقي. انا اكتشفت ان صاحبة عمري وحبيبي بيدمروني في الشغل بحكم ان احنا زمايل وبيعرفوا عني كل حاجه، ومش كفايه كده، لا ده هي كمان اخدته فوق البيعه زي ما بيقول، ومش مكفيها ان هي بتضربني وفي مستقبلي اللي قاعده ابنيه بقالي سنين. بس انا ما سبتش حقي، انا البنات المخلصه دي. طبعا انا ضد الكلام ده كله، بس انا بقراركم رساله عشان انا عارفه ان هو شخص برياله بيريل على اي حد. الموضوع ما تكلفنيش غير حظاظة ب10 جنيه من على الرصيف. قوتك اكمل بيها بقية حياتي. زقيت عليه واحدة صاحبتي عشان انا عارفة ان هو ما عندوش ولاء لاي حد. الموضوع ما خدش معانا غير اسبوعين وكان مبلك لصاحبتي دي تمام. وطبعا بعد ما بلك لها جايالي تعتذر وقد ايه هي ندمان على اللي عملته معايا، وقد ايه هي كانت ضحية وهو اللي كان الشيطان في النص، وان هي صاحبة عمري واستحال ان هي كانت تصدق في يوم من الايام انها تعمل معايا حاجة زي كده. طبعا انا قاعدة بسمعها وانا بضحك من جوايا، لان هي متعرفش حقي، متعرفش ان انا باخد حقي منها، لدرجة ان هي حتى الشغل مش قادرة تجيب. بعدها طلبت من صاحبتي انها تسيبه فجأة بدون اي سابق انذار وتبلك له وتختفي من حياته تماما زي ما عمل معايا واختفى من حياتي فجأة. بقيت اشوفه في الشغل بيلف حوالين نفسه ومش عارف هو ايه اللي بيحصل معاه. انا كده ارتحت وخدت حقي. انا قريت الرسالة، والله انا ما عنديش تعليق اقوله لك غير برافو عليكي. رغم ان انا ضد ده كله تماما، انا بقعد كده بهدف بيتي بشرب قهوتي وحقي بيجيلي لحد عندي.